كيف تعرف انك وضعيه جسمك على ظهر الحصان بدات تزين او لا؟ يدك ظهرك الى اخره. الجواب كالتالي، ذكرت سابقا في الطريقه هذه الاساس دقه اليد وجميع الامور الاخرى ثانويه. فكل ما تحصلت دقه اليد كل ما وزنت الحصان تحتك، فجميع الامور الاخرى تجمع وقت من نفسها، وقت الجد ما راح تروح، وقت السلم تجي ولن تختفي، وسواء جت ولا ما جت اليد متحكمه بالسلم. طرق الركوب الاخرى الصحيحه، الجسم هو الاساس وجميع الامور الاخرى ثانويه، عشان كذا يقدر يسوي الموضوع بشكل صحيح او خاطئ، متكلف او غير متكلف، وسواء صح سواه صح او خطا، تكلف او بدون تكلف، وقت الجد سواه ولا ما سواه متحكم بالحصان، اللي يتحكم بالحصان دقه اليد وسواه وضعيه الجسم. لكن انتقل من قمه المثاليه جسميا وفي اليد الى قمه عدم المثاليه في الجسم واليد، وحصان يحوسه ويأخذ في سيطرته. في الطريقه هاي، طب كيف اعرف ان الجسم بدا يزين او لا، او بدا يكون وضعيه جسمي بالوضعيه الصحيحه او لا؟ عمرك ما عرفت، ما تعرف. هي اصلا وش اللي يخلي الوضعيه دي صحيحه فرضا؟ وش اللي يخلي ترجيع الظهر ورا زياده خطا؟ او وش اللي يخليه تقديمه قدام خطا؟ او وش اللي يخلي تقديم اليد قدام خطا؟ او وش اللي يخلي رافعها زياده خطا؟ او الشيء اللي يخلي تنزيلها زياده خطا؟ عدم تحكم. مثلا حطيت نفسك في وضعيه اثرت على دقه يدك بكبرها، مما جعل الحصان يخرج عن سيطرتك بسبب وشو؟ عدم دقه اليد وبالجسم. اذا طالما انك قادر على التحكم بالحصان، السبب اللي خلى الوضعيه دي خاطئه ما حصل، اذا ما عندهم خطا. اذا لو استطعت احصل على المطلوب مع ان الوضعيه ما تغيرت، وين المشكله؟ طبعا هذا لن يحصل، اللي يصير انك تحكمت بالحصان هي من نفسها بتزين بدون ما تعمد. اذا الدقه تجي مضبوطه وزنت الحصان تحتي، صار الحصان يمشي ماشي موزون، فالى حد كبير ظهرك بيكون بالوضعيه الصحيحه بدون تكلف. الى حد كبير جدا يدك بتكون في المكان الصحيح بدون تكلف. لكن لو افترضنا انك انت متاكد، عمرك ما تاكدت. اهم عليك النتيجه. اللي يخلي الوضعيه دي صح انك تحكم، انت متحكم ولا لا؟ نعم متحكم، ما يهمك وضعيه جسمك، ولا يحتاج تشوف وضعيه جسمك بكاميرا او احد يسوي لك فيك او غيره. متحكم ولا لا؟ نعم متحكم. طبعا التحكم اللي انا اقصده التحكم الفعلي وقت الاختلاف، مو التحكم تفتح ولا تقفز بتحكم، بس التحكم الحصان يبغى يفتح تحط بصبعك. التحكم اللي انا اقصده بطريقتي اللي ما يجي في طرق الركوب الاخرى. ما يمكن يجي لو دقتك صحيحه، ولا يمكن تجيب دقه صحيحه الا وضعيتك عاده صحيحه. لكن لو افترضنا انك درست تجيب دقه صحيحه مره بس وضعيه ظهرك مين مره مثاليه، او وضعيه يدك شكليه مين مره مثاليه، خير يا طير، اهم شيء نتيجه. لكن اللي بيصير انك لو بالفعل جبت النتيجه بالشكل المطلوب بالضبط، الجسم بيكون في وضع مثالي اللي انت ترى مثالي، غيرك ما راح يرى مثال طبعا، لكن انت ترى مثال. هناك طرق ركوب الاخرى الشخص يكون هدفه الوضعيه، هدفه انه يكون ظهره مبراجعه، هدفه انه تكون يده مبراجعه، هدفه انه يكون اليد بالوضعيه الفلانيه او العلانيه. ثم الهدف ذا اللي قالك جايب عشان يتحكم ادى الى فقدان تحكم، ما تحكم. وين الميزه؟ وين الشطاره؟ نعم سويت الظهر وقت الجد، سواء سويته ولا ما سويته الحصان فاتح، شو بيفيد؟ نعم سويت وضعيه اليد وقت الجد الحصان قامص ومشنع مطيحني، سويته ولا ما سويته، شو بيفيد؟ اذا ما يهمك وضعيه الجسم بحيث تخليها هدف، ابدا ما تخليها هدف، الهدف التحكم. لو بالفعل جبت التحكم شيئين بتصير، اما انك جبت التحكم والوضعيه الجسم ما جت، عمرها ما جت، طبعا شبه مستحيل. او انك جبت التحكم مما يعني انك لا شعوريا بتسوي الوضعيه المثاليه الطبيعيه اللي انت تبغاها، المثاليه الطبيعيه اللي انت تبغاها، اقول لهم يبغونها، قد تكون المثاليه في وضع مختلف. اذا هاي المطلوب، اذا ما خليها هدف، تكون نتيجه لحسن دقه اللي تحكمت بالحصان وهدف من نفسه، زي الكاع ورجوع الخلف وغيره، اهداف عاده ما يجيبها ذلك مو صح، لكن الشخص اذا خلاها هدف عنده يقدر يجيبها صح على خطا، على شوي قفل، على حبتين تسليق، على حبتين عسر تجي. لكن صار لي كعه هنا وقت الجد من فاتح، وين الكعه؟ الحصان يدق ريوس هنا وقت الجد راغ، وين الريوس؟ وين التحكم؟ لكن اللي الكع والرجوع للخلف عنده نتيجه مو هدف، ركب صح فخفت ركبت الحصان صار يكع بسهولة متى ما بغى، خاصه وقت الاختلاف اللي صارت نتيجه مو هدف. في الحاله هذه يستحيل اذا بغى يخليها هدف ما يجيبها. هذاك هنا اذا جاب النتيجه اللي عاده ما يمكن تجي لو كانت وضعيه يدك صح خاطئه ووضعيه ظهرك خاطئه، اذا يستحيل يجيب النتيجه هذه بدون ما يكون وضعيه اليد صحيحه ووضعيه الجسم صحيحه. اذا ما خلي الوضعيه هدف، اركب صح، واذا ركبت صح الوضعيه لا تجي، بتجي من نفسها لا شعوريا بدون ما تعمد انها تجي. اذا ما اهدف لها ولا اركز فيها ولا اعني منها، بتلاحظ انها بتجي بشكل طبيعي مثالي غير متكلف. لاحظ طبيعي مثالي غير متكلف، اللي انا اقصده مو باللي يجي يحط لي وضعيه متكلفه غير طبيعيه مين مثاليه يسميها مثاليه ثم يبغاها، انا ما اجيها في طريقتي انها طبيعيه. وضعيه رقبه الحصان، اخليه يسحب، اخليه يفضي، اخليه يتكي، اخليه يقوس تقويس في العمودي، اخليه يثقل، اخليه يخف. يجيك واحد يقول رفع الراس مو طبيعي، او التقويس في العمودي خطا، وضعه انا مقياسي الطبيعي طبيعه الحصان نفسه، مقياسي فلان وعلام طرق ركوب خذت اشياء طبيعيه ومنعت الحصان من اشياء اخرى طبيعيه.
لكن ياخذون وضعيه طبيعيه للبشر ويتركون وضعيات اخرى طبيعيه. تقويس ظهرك طبيعي عند البعض، مد ظهرك طبيعي عند البعض، ترجيع ظهرك طبيعي عند البعض، تقديم ظهرك طبيعي عند البعض. انا اسويها كلها مجاراه لما يفعل الحصان، اذا جاني جيت، اذا وخر عني وخرت عني، اذا مال ملكي، اذا ارتخيت تخنيت، وهكذا.